عبد الشيخ محمد وابا أفرتن يلي حسن الجراء أصغو اللي حسن الجراء يو أرق بيلي أفرتن سنو أيونا اندهلا أفرتن سنو أرق لكدي بوحاكو قوليستين أرقي سو دبوهلو نقاطير تيس بطالك سلامة يدك مدى بلد حاو سيب بلاش برنامج اند في قصة دوان وقفلو يس بطالك سي وحونا عبد الشيخ كمي نقضي داتكي كفاي إذا يستي برنامج كاسي هادا بواس إذا يدرينك عبد الشيخ محمد أفرتن سنة كدب أرقي سدبوهلي حان جراء أفرتن يلي حسن لحتر أنا وها عند بير أفرتن بعند بالله هو حكى أكيد ده أفرتن صنو يا عرفت إذا يدي كذب يا يا يسعلي أرنتاس وها كذب بيسي تغاتير تسلامة هي يا عندها إجا سعنا يسي عندها إجا حنون هاد دمرة أفي عنا هاد دمرك عندها ليه في غي يا هو يدي يا أركي أول أنت كورتي ما أركي أيضا أنت عندك عندي وجه معمول كاستالكا غير الله سيو سلامة استبتال أيان ودعين يا غير الله سيو بركي النور بانكو بهي وحان إن رجيني يا هو قعن طوضة بلاي أنجليني لأن قد دعين يا إن شاء الله نوريا محمد وهو يضر شي عبد الشيخ محمد ويضو أفرتن كي سنة وأرق على عبدي يضو إندها أوهيد بل هنوغشي كي سدرين كيدا مانتا يوليبا ويه أتكاء عبد الشيخ إلى صومرتي ويل كان عبد الشيخ بالا دهانا دلي وحو إن دلعان لحسن أسقو جيرو بان إن دلعان تانكو أركي انتاسان إن دلعان كوودي أفرتن سنان أنيقا إن دقوها إلهي بايقا سوح الفرطي ساكا مسقوش أسقا قلي شلا أسقا قلي عجيس أسقا قاتي إسبتالك إن فيق العقل الآن بوها كل يوم والليلة قطر إلهي ونأسوا هاي يوي وإلهي إسلسوا دونتي إلهي وان مهداس يتقاتل كيستالك السلامة بان أمها العلين هيا دكتور عبد القادر آذر محمود وغاسمة هي أساسها إسبتالك السلامة يدك مدى بلد حاو وحاو يقور رمي سيدا يكو غادين روح فرطن سنة أرقلا إن وحلقة قبان كرو يدرين كيسا markii ay iimaaneen rajo badan ma aysan qabin maadaama 4 sano oo indha la'aan ahaa aan ninkan ilaahay ba arag gahaayo asaga soo celiyo laakiin dhaqtarkii markii uu qalabkii kombiyuutarada wixii saaray wuxuu yiri waan qalinaa wuna fiicnaanaya ilaahay idinkii ibraahim isaga qallinkii baan ku fulinay labada indhood ba waa loo fiiqay si lacag la'aan ahaa loogu fiiqay subaxii waaga marka uu bariyay oo laga furay faashadii habeenkii lagu xiray waxa uu noqday dadka ugu araga fiican alxamdulillaah hooyadii oo 4 sano hagaysay oo asagoo 6 jir ah ay ugu dambeysay aragtidiisa xataa codkeeda ma ogeeyay bidhaanteeda uusan garaneynin ayaa ugu horeysay wax la tuso uu arko markaas uu hooyadii sidaan ugu ekeeyay hooyadii waa isku ooysay naftirkeedii oo maaragtay maxabbadii iyo farxadii iyo waxay san filaynin maadaama 4 sano ay dhalaan ku soo waday waxay san filaynin bay ku noqotay annagii marka iyo dhakhaatiirtii iyo tiimka isbitaalkana farxad weyn bay nagalisay marka dadku wuxuu u baahan yahay gurmad iyo waxqabad buu u baahan yahay iyo in dib loogu soo noqdo maxamed maxamed sheekh maxamed rafaqir oo baahintiisa balad haa